اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقاتنا، حلقات مطبخ المحترفين. نتمنى ان هي تحوز وطاقه ويعجبكم. النهارده عندنا طبق رئيسي مكون من فراخ محشيه، هناخدها على تسويتين. الاول مرحله هنسلقها، بعد كده هوت هنحمرها في شويه زيت. الحاجه الجرناتير المصاحبه ليها او الخضار المصاحب ليها خضار سوتيه خفيف وسهل، ممكن الناس كلها تاكلها وتجربها، وجبة خفيفة مش هتاخد وقت ان شاء الله معانا في التسوية. نبتدي، ادي معانا صدور فراخ عشان نحشيها. نبتدي نفتحها، نبقى عامل زي السندوتش بحيث تتفتح بالكامل بالطريقة دي كده. احنا عايزينها ضيقه شويه، ناخد دي كده فتح، ناخد دي كده متتفتح، نخلي دول هنا، نفتح دي تاني، ممكن ناخدها كده حته صغيره، بعد كده ناخدها العكس، ناخد واحد تاني نسمع على ثلاثة كفاية. ادي جزء، وادي التاني، خلي بالكو بس من ايديكو عشان لو السكينة حامية ما تتعوروش. ناخد الصدر الرابع، احنا حاطين مية علشان نسلق فيها الفراخ لما نجهزها، تبقى الفراخ المية عندنا جاهزة. ادي جزء، وادي الجزء التاني، فتحها كده عشان تبقى كلها مفيش حتت تخينة منها. خليها كده قدامنا على البلانشة بتاعتنا، ونتبلها بالملح والفلفل. وادي الفلفل بتاعنا، بعد كده ممكن تبلها بسنة مستردة لو حابين، مش حابين بلاش، بس هي بتدي تيست أحلى في الأكل. الطريقة دي مش كتير عشان ما تغيرش طعم بالكامل، بس هي تدي تيست خفيف للأكل. بعد كده نقفل كل فرخة أو كل صدر ونخليه في الطبق لغاية لما نجهز الخضار بتاعنا اللي احنا هنحشيه فيه. ونخلي دول نغسل ايدينا ونشيل البلانشة بتاعتنا مؤقتا كده،
عشان نرجع نشتغل عليها لما نحشي الفراخ. طبعا موضوع الزفارة بتاعت الفراخ، الفراخ تتغسل كويس وتتغسل بليمون وخل، وفي ناس بتحب تغسلها بدقيق ما فيهاش مشكلة. ناخد فلفل وفلفل رومي الأخضر، وناخد مشروم. شيل الكعب ده والتقطيع دي. حلقة قريبة إن شاء الله ممكن ناخد حلقة عن التقطيعات وأسميها. ونشيل الحتة اللي في النص البيضة دي. بعد كده هوت بالطول بتاعها حتت رفيعة، دول كده دول كده، ونخليهم على جنب نستخدمهم. نشيل دي ونخليها برضو بالطول. ليه اخدنا فلفل؟ ممكن نحشي اي حاجة تاني، ممكن نخلي فاصوليا او جزر في قلب الحشو من جوه، بس لو هنحشي الخضار الجامد ده يستحسن ان احنا ناخده سلقة او نص سلقة كده هوت على النار عشان يبقى يستوي بسرعة مع الفراخ. ادي الخضار بتاعنا، احنا قطعناه وجهزناه. نجيب بلانشة بتاعتنا ونجيب الفراخ تاني بتاعتنا ونبتدي نحشيها بالطريقة دي. ممكن نحط عليها جبنة موتزاريلا عشان تمسك الخضار مع بعضي، وفي نفس الوقت تدي تيست أحلى كمان للحاجة. بعد كده هوت نقفلها قفلة كويسة، خليها كده. جيب التانية وبعد كده هوت ديت كده، وين نقفلها كده اهو. بعد كده هوت هنجيب الورق الفويل او البلاستيك وهنشوف هنلفها ازاي. نجيب كده نفرد الألومنيوم فويل دي هنا، تمام، مقفولة. نحاول واحنا بنلفها بنلف جامد ونضغط عليها علشان نطلع اي هواء جواها. بالطريقة دي كده
ونقطع. كويس. ونلفها كامل. تبقى بالشكل ده. ديت المفتحة مننا ممكن برضو نقفلها. نفتحها تاني كده هو. نقلل ممكن الحشو شوية. ممكن نجيب الصدر اللي احنا زيادة ده. نروح قفلينها عليها. واحنا بنلفها نضغط عليها علشان نطلع الهواء زي ما اتفقنا بالطريقة دي. نقفل دي كده ونقفل ده كده وتتلف كويس. بعد كده هوت لو احنا عندنا الورق الالومنيوم او الورق ما عندناش الورق البلاستيك ممكن نستخدم الورق الالومنيوم. دي المية بتاعتنا حط فيها شوية جزر ونحط الفراخ فيها ونخليها تستوي. وبعد ما تستوي هنشيل البلاستيك من عليها وبعد كده نحمرها ونشوف بعد كده هو الخضار بتاعنا هنسلقه ازاي. ادي المشروم بتاعنا. ممكن في الفاصل نلف الفرختين ونكمل سواهم مع بعض. ونشوفكم بعد الفاصل إن شاء الله.